تعالوا نتكلم عن الكشك بقى. الكشك الصعيدي عشان نبقى متفقين هو القمح الحبة الكاملة، قمح الحبة الكاملة زي اللي بناكله في البليلة، عارفينه؟ هو ده بنجيبه هما هناك في الصعيد، وتحية لكل أهل الصعيد الحقيقة، لأنهم بيتعبوا بجد، بيعملوا حاجات حلوة جدا وبيتعبوا، كل حاجاتهم فيها مجهود جسماني قوي. المفروض هما بياخدوه بيغسلوه كويس قوي 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 قوي، وبعدين ياخدوه ينشروه، وبعد ما بيتنشر يعني ينشف شوية، يبدأ ينشف عشان بياخدوه بعد كده على المطحنة، بيروحوا كده على المطحنة يطحنوه يجرشوه. لما بيتجرش بيطلع لنا، بياخدوا منه حبة فريك اللي احنا بنحشي بيه الحمام، عارفينه؟ بيكون اتجرش كده، شايفينه ازاي؟ بيطلع منه مجروش حلو. طب نقول المقادير ونحكي بعدين على الخطوات. انا مع حضراتكم كشك صعيدي منقوع. انا اقول هنا طريقه التحضير مش الطريقه اللي انا هحكي عليها بتتعمل ازاي من اساسه. طيب عندي معلقتين دقيق، وعندي بصل مفروم، وعندي سمنه، وعندي مرقه، وعندي رشه ملح، وبصل متحمر زي البصاره اللي بنعملها بالظبط وزي الكشك. طيب طريقه عمل الكشك نفسه، لو احنا مش هنجيب القمح ونغسله وبعدين ننشره وبعدين عايزين نطحنه ونجرشه ونعدي بالمرحله دي، ممكن تجيبوا فريك على طول وتبداوا في عمليه ايه؟ العمليه دي من الفريك نفسه، من مرحله الفريك اللي احنا بنشتريه من عند العطار. بياخد ايه هو؟ بياخد كمون حب او كمون وشطه ولبن رايب. بصوا بقى اللبن الرايب ده، معلش اعملوه لبن جميد يا جماعه، اكتبوه لبن جميد عشان بس نوضح للناس. البديل ليه ايه عندنا هنا في المدن؟ البديل ليه وهم ده كلامهم ونصحونا بيه، ان احنا نجيب الزبادي نعمل منه اللبنه اللي احنا فاكرين لما جبنا الزبادي وعملنا منه اللبنه وصفيناه وعملنا اللبنه لحته واحده كده، هو ده اللبنه، ونخلط معاها اللبن الايه الرايب. هم دول البديل للبن الجميد اللي هم بيعملوا بيه هناك فين الكشك بتاعهم. طيب انا جبت شويه من الفريك، او يعني بعد ما خلصنا خلاص غسل القمح بتاع البليله وشطفناه كويس وخدناه نشرناه، وبعد ما اتنشر واتنشف زي حبوب الحلبه خدناه طحناه جرشناه طلع مجروش زي الفريك كده، خدته حطيت عليه شويه من اللبن الرايب او لبن الجميد اللي هو عباره عن اللي عندنا ممكن نستعيد عنه بشويه لبنه مع لبن رايب، وقلبت وسبته نص يوم او يعني تقريبا مثلا 12 ساعه، 12 ساعه نص يوم او 10 ساعات، وبعدين اتشرب بدا يطرى، بدأ يطرى زي ما دي المرحلة اللي أنا بدأت أفركه كده يتفرك معايا. هسيبه؟ لا، هجيب تاني من اللبن أهو الرايب وهبدأ أصب عليه تاني. شايفين إزاي؟ وأبدأ أصب عليه تاني لحد ما إيه؟ وهسيبه تاني عشان يبدأ المرحلة اللي بعد دي اللي هي إيه؟ هاخده بقى أكوره وهضيف له طبعا الكمون. تعالوا كده بصوا بقى، اجيب صينيه كده، معلش اسمحوا لي، انتوا مش حاطيني بوله صح؟ هحطها هنا، ماشي خليني احط هنا. ادي شويه لبن رايب، شطه وكمون. هو محمد فين؟ ماشي، ما بياخدش اكتر من كده، ما بياخدش حاجه تاني، ما بياخدش حاجه تاني. وناخد ام اسلام، هات لي كمون مطحون. ناخد ام اسلام حبيبتي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي. حبيبتي عامله ايه روح قلبي؟ عامله ايه الحمد لله، وكل يوم عند دكتور. اه والله مين سامعك يا حبيبتي. الحساسيه بس الفتره دي عشان فتره شهر التراب، معلش. ربنا يعينكم يا رب ويعيننا جميعا، بعيد عنك كل حاجه وحشه حبيبتي والله. ربنا يبارك لك، بس الحلقة الجامدة قوي دي يا روح قلبي، الله يسعدك. تعليمك يا حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب. أنا كنت من زمان عايزة أعرف إن هو بيتعمل إزاي. أه ده جميل جميل ومغذي والله يا أم إسلام. أه قوي. أه حبيبتي، وبحبه كمان بديل إن إحنا بنعمله كده، ممكن ننقعه وبعد كده بعمله. أنا أهو أنا نقعاه وهعمل لك شوية، بس هعمله مطبوخ، وأنتوا بقى لو عايزين بالبيض اعملوا أيوة. حتة سمنة وبيض يبقى عسل. ده بقى ممكن في الفطار، ممكن ايوه بقى في العشاء بقى ايوه كده. بس يعني العمايل بتاعته من زمان كنت عايزه اعرف، لان كنت من زمان بشوف في ناس قدامنا بينشروه. ايوه بياخد له خمس ست ايام وسبع ايام لو كميات كبيره. لحد ما ينشف، وبعدين لازم يدخل الفرن على حراره هاديه يتحمص عشان تعيش معاكي طول السنه.
ان شاء الله. انا يعني جميل بجد. حبيبتي تسلمي تسلمي وتعيشي. ايديكي والله ربنا يبارك لك. امين يا حبيبه عمري. معلوماتك الجميله ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا ام اسلام والف سلامه عليك يا حبيبه قلبي يا غاليه والله. ربنا يبعد عنكم كل حاجه وحشه يا رب حضرتك وكل الساده المشاهدين. شكرا ليكي وكل الكرو سلامي ليهم يا حبيبتي. حبيبتي يوصل يا روح قلبي. شكرا لحضرتك في حفظ الله. اتفضلي يا نور عيني اتفضلي. تسلم يا محمد. شفتوا بقى بياخد ايه؟ يعني احنا كده عملنا البديل ماشي ونقدر نعمله في البيت والله وهتجربوه في كميه قليله كده قولوا لي رايكم ايه. معلش انا بس ايه عشان حطيت الكمون الحب بحب احط كده حبه. بصوا لازم نسيبه تاني برضو بنسيبه تاني نص يوم خلاص ونبدا بقى ناخده تلاقوه بقى لازق كده عشان نقدر نعمل منه كور. يعني لما نمسكه بصوا يعمل كور. شكلوه بقى عايزينه كور كده هما بيكوروه. بس طبعا لازم ياخد تاني نفس الوقت اللي سبناه فيه مع حطينا المرحله الاولى ونكور ونحط. بيفرشوا له بقى هما زي مثلا ايه المفرش كبير كده فوق على تحت الشمس ويبداوا يحطوه كور 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 يبدا يشد في الشمس لما ينشف تماما وبيقلبوه بين كل يوم والتاني يتقلب علشان يبقى من جميع النواحي الكوره اخذت اتنشفت تمام. وبعد كده المرحلة الأخيرة بعد ما بينشف بياخدوه يحطوه في الفرن هادي يدوله تحميصة لونه كده يلون خفيف ويبدأوا يخلوه يشمع كده يبقى ناشف. تمسكوه تحطوه كده تحسوه زي الحجر عشان يعيش معانا طول السنة يكمل معانا السنة محفوظ دون ما يبوظ. تعالوا بقى ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واحنا هنكور بقى. بس طبعا هو لازم يقعد مرحلتين، مرحلة أولى 12 ساعة وبعدين المرحلة بنعمل فيه بنفرفطه زي ما أنا وريته لكم كده تحسوه كأنه حبات مفرفطة زي حبات الرمل المبلولة. وبعدين نبدأ نحط الجزء الثاني معاه الشطة والكمون مع لبن الجميد ونبدأ نخلطهم كويس ونبدأ بعدها لما يتشرب نعمل خليط ناخده بقى ونبدأ نكوره زي ما حضراتكم شايفينه كده لحد ما نعمل وحدات الكشك الحلوة اللي حضراتكم شايفينها كده زي ما احنا بنعمل دلوقتي. والكشك ده مليان بروتين عارفين بيدي الجسم كمية طاقة وعايزة اقول لكم يخلوا الواحد يحس بالدفء بشكل قوي جدا كويس جدا لنمو خلايا الجسم. في نسبة الياف عالية جدا وبيحسس بالشبع لفترة طويلة. في نسبة كالسيوم حلوة للاطفال جدا. في الصعيد دايما لازم يعملوه. انتوا عارفين كمان ام اسلام بتقول انا بعمله يتعمل بالبيض. هما بقى في الصعيد كمان يحمروه لوحده بالسمنه البلدي وياكلوه كده من غير بيض ساعات. يعني ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده. بصوا انا هشيل دول بقى. لا استني يا قطقوطه خليكي معايا. ايوه فهماكي ماشي. طيب انا هاخد بس الطاسه كده الجميله دي. لا نقول تاني بقى. تمام ماشي اوكي حطيتها كده. ايوه طيب تعالوا بقى احنا نجيب ادي الحله التانيه هنحمر فيها البصل بقى. خلي دي هنا انا حطها عشان فيها المرق بيسخن. المرق ده مرق طاسه. خليني اجيب طاسه كده. بسم الله ادي كده بسخن اهو. ماشي حاضر. ممكن ننقل دي على اللي جوه. انتوا حاطينها لي هنا ماشي. يلا بينا نحط الطاسه مكان الحله اريح اصغر حتى. انا حسيت الحله كده كبيره قوي. يلا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا المرق بسخنه اللي هبدا احط فيه الكشك. الكشك عملت فيه بقى خلاص احنا لو عدينا بقى مرحله التنشيف بعد ما بياخد في الشمس ويتقلب ونبدا نشيله كور. طبعا لازم تحطوا حاجه فوق عشان ما يجيش عليه حشرات ما يجيش عليه حاجه. وبعدين نبدا ناخده في مرحله التجفيف اللي هي في الفرن زي ما اتفقنا. وبعد ما ناخده نسيبه بقى يبرد تماما وبعدين ناخده نشيله بقى في اكياس ويتشال يتخزن. لما بنيجي ناخده بناخد شويه منه ونحط فيهم ميه. في ناس بتحط فيه طريقتين. يعني بابا كان الله يرحمه مثلا يحطه في مرق ولبن. كل واحد حر صح؟ طيب او في مرق بس او في ناس تحطه في ميه بس لو هتعمله في مرق او شوربه. يعني اللي متوفر عند حضراتكم اعمله. بصوا اما بيدخل بيفبوش ازاي. تعالوا كده اهو لازم يرجع كده الاصل. خدتوا بالكم اهو تمام.
طيب انا بسخن مرق مرق يعني بطه بطايه يعني جايباه من البيت عشان ايه؟ عشان احنا مش هنعمل في مرق الفرخه دي. خلاص انا سايبه الفرخه اهي قدام حضراتكم عشان هي فرخه بيضه، لو كانت فرخه بلدي كنت عملتها. طيب بسم الله. حاضر حاضر حاضر. نقلب بس الفرخايه اللي عامله باليه من جميع النواحي دي، عايزاها على الصدر كده. اه انا كنت عايزه افصل ده. يا سلام اهو، شايفين بقى الجمال والنظافه، مهم قوي الموضوع ده. نشيل الحاجات دي بقى وتتغسل بالليمون تبقى الفرخه كده رائعه. يلا نغطي هنا، تعالوا بقى نحط الكشك ده الاول في المرق. نسمي الله، هحطه في المرق شويه عشان يبدا ياخد ويدي مع المرقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي هيتبقى بقى للجماعه يعملوا بيه ايه؟ شويه كشك بالايه؟ بالبيض. ماشي، طبعا بتحمروا الكشك الاول، وعايزين تعملوه بالبيض تحمصوا الكشك ده الاول بمعلقه السمنه البلدي او معلقتين السمنه البلدي الاول، يتحمص حلو قوي قوي، يتحمر حلو، بعدين تضيفوا عليه البيض وتحطوا بقى ايه رشه ملح وفلفل او كفلح ملح وكمون اللي يريحكم. حط بقى ده، بصوا كده انا بسخن هنا الطاسه عشان احط فيها. حاضر، احط بس البصلايه. ومعانا استاذ احمد، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ مبسوط جدا وبشكرك جدا. يا رب يبارك لك. الكشك بقى يا رب يسعدك يا فندم، والله على راسي من فوق، على راسي. لا واشكر الاستاذ علاء اللي جاب لنا الكشك بالطيب. ايوه والله دكتور علاء اللي جابه لحضرتك، والله فعلا. اه يعني هو قلنا له ونبي يا دكتور حضرتك مسافر الصعيد، قال ده انا رايح الاسبوع الجاي، قلنا له عشان خاطرنا. هو ممكن يتباع هنا بس هو هناك الاصلي بقى، يعني على اصوله. من المكان من ايوه ايوه، فحضرتك غالي علينا بقى، ما رضيناش نعمل لك اي حاجه بصراحه. اهم حاجه كمان ان انت عملت الطريقه بتاعت الكشك نفسه. ايوه طريقه عمل الكشك نفسه يعني. لان في ناس كتير بتحبها يا استاذ احمد، فعلا في ناس كتير بتحبها، فاتمنى يا رب تنول اعجاب حضرتك ان شاء الله باذن واحد احد. تسلم يا فندم. انا قاعد بتفرج اهو اشوفك. ماشي يا فندم، يسعدنا يسعدنا متابعه حضرتك. اتفضل يا فندم، شرفتنا. اتفضل يا فندم. بصوا بقى انا احط كل حبات الكشك الجميله دي، عايزين نعمل كمية حلوة، الناس هنا ما شاء الله يعني. بصفي بقى كده من المية. طبعا اللي على الوش ده هتلاقوه كمون، اللي احنا ايه الكمون اللي محطوط فيه، فاكرين لما احنا قلنا حطينا كمون وشطة في الاول، هو ده نفسه اللي ده فيه، هو الكمون والشطة اللي حضراتكم شايفينه على الوش. ماشي الكلام. طيب واحنا قلنا كده الطريقة بتاعته سهلة وجميلة، هنحمره يا نور عيني، هنحمره حالا. هناخد بقى للبصل ده شوية زيت مع سمنة. حاضر، نحمر بس شوية كده، معلقتين زيت، هنحط سمن بس زيت شويه يعني تساعد كده معانا عشان ما يبقاش نسبه السمن كتير قوي. بسم الله عشان الناس تربرب ايه بس يا نودي. ونقلب بس هنا كده تقليبه. حاضر يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لكم كده شايفيني حلو حبايبي؟ طيب تسلموا لي يا رب. هنقلب بس تقليبه حلوه كده هنا. انا هنا عندي مكعب بحطه مرق كده يدعم الطعم، وده اختياري ما هوش، انتوا مش هتحتاجوه خالص ان شاء الله لو عاملين بقى مرق حلو كده بط وحاجات جميله في البيت. نقلب بس الكشك كده شويه ونسيبه كده ياخد ويدي مع المرق. وناخد هنا البصلايه الحلوه دي، شايفين ازاي؟ هنحط بقى لازم رشه ملح وكمون. بصوا رشه ملح ورشه كمون. عايزين نشوحها حلو. انا عايزه اعمل بصلايه كبيره شويه عشان تبقى في جزء متحمر معايا، معلش احطه على الوش عشان ايه البصل ده بيدي طعم روعه للكشك قوي. رشه ملح دي بتساعد قوي البصلايه تنزل ميتها وتنشف معانا بسرعه، ما تاخدش وقت في التحمير كتير وما تاخدش نسبه زيت كتير وسمن. اهي مش هزعلك يا ندى والله. ايوه ونتابع بقى الايه التحمير بتاعنا ده، ونقلب برضو المرق. البصل بقى زي ما تحبوا، عايزين تحسوا بيه تصغروه شوية تكبروه شوية تخلوه انعم من كده، اللي يريح حضراتكم كل واحد وايه وطريقته يعني والطريقة اللي يفضل. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا.
اهلا بيكي يا قلبي، ازيك يا شيف عظيمه؟ ازيك يا حبيبتي يا ام جوزيف؟ تسلم ايديكي يا حبيبتي. الحلقه دي انت تعبتي فيها فعلا يا حبيبتي، متعب بامانه يا حبيبتي، بس تسلم ايديكي. تسلمي. بس طلعتي بقى اكتر مننا يا حبيبتي. لا ده انا كنت لسه اسالك والله على الطريق، اقول لك انا عملت صح ولا انا غلط. انت عامله جميله علينا بكتير يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا ام جوزيف، شرف ليا، ثقتكم غاليه عليا يا حبيبتي. شكرا. زمان كانت امي تعمله لنا برضو زي كده حبيبتي، الله يرحمها. لبن ساعات وناكله كده بالمعلقه، جميل برضو. جميل طبعا، جميل عشان من ايديكوا، عشان انتوا الاصل يا ام جوزيف. الله يكرمكم يا رب. تحيه لكل اهل الصعيد. بس تسلم ايديك فعلا، ربنا يديك الصحه ويسعدك يا رب. امين امين. احنا وانت كل السامعين في الحلقه دي بامانه يا شيخ. الله يخليك، ما تحرمش منك يا ام جوزيف ابدا. جميله جميله، شكرا. ان شاء الله انت هتشجعني نعملها، انا عمري ما عملت، بس هتخلينا اعمله برضه زيك. اعمليه بقى عشان يعني هيبقى يعني هتتبسطي بيه بجد. طبعا طبعا. اه حبيبتي كتر الف خيرك في تعبك يا رب. الله يخليكي، جزاك الله كل خير. شكرا شكرا لمكالمتك يا ام جوزيف، نورتينا وشرفتينا. بصوا بقى في المرق هو بيبقى ليه خليط تخين كده، لان عشان هو فيه الياف طبعا، فيه نسبه. خلوا بالكم اللي على الوش ده كمون، ما تخافوش. انا بس كل ما بلاقي حاجه كده على راي فنان الجميل الله يرحمه سمير غانم، ايه ده بيمشي، فانا بشيلها على طول. بصوا احنا طبعا هننزل تاني الطريقه، احنا عملنا الكشك بعد اذنك يا ندى، عملناه ازاي؟ احنا بنقول الطريقة اللي هنسوي بيها الكشك، والطريقة اللي اصلا يعني كل اهالينا في الصعيد بيحبوا يعملوا بيها الكشك. الطريقة الاصلية اللي بيعملوها من الايه، حبوب القمح الكاملة اللي احنا هنا بنعمل بيها البليلة. وطبعا هم اول ما بيسلقوه نص سلقة، خلوا بالكوا هم بيغلوه، يعني هم لما بياخدوه ويغسلوه وينظفوه ويدوله كده غلوة على النار، يبدأ ايه ياخد غلوة كده خفيفة، بياخدوا منه هم ياكلوا بليلة. تعالوا المقادير معانا. يبقى احنا عندنا للعمايل اللي احنا شغالين فيها دي كشك منقوع جاهز، عندي معلقتين دقيق اذا احتاج القوام ان انا اربطه بيه شويه، وهيحتاج بصله مفرومه وانا بحمرها مع حضراتكم، حطيت عليها ملح وكمون، وعندي سمنه ومرق، مرق جاهز سواء مرق فراخ او بط زي اللي متوفر. عندي بصل بحمره اهو، وعندي بقى لطريقه عمل الكشك انا قلت لحضراتكم هو من حبوب القمح، لكن انا هنا لو انتم عايزين يعني تعدوا مرحلة منه ممكن نستخدم الفريك، لأن الفريك هو المرحلة اللي من بعد ما بياخدوا القمح يتغسل ويتنضف ويتشطف وبعدين يتنشر وياخد غلوة ينشف، ياخدوه على المطحنة يتجرش، فيبقى هي مرحلة الفريك. فحضراتكم تقدروا تستغلوا الفريك في النقطة دي، هو ده اللي بياخدوا منه يشيلوا شوية يعملوا منه بقى الحمام والبرامات الحلوة بتاعتهم. بصوا ده قوام الكشك اهو بعد ما فك، اللي هو احنا أساسا عملنا أصله هنا. قلنا هم هناك بيستخدموا هنا ايه؟ لبن الجميد. طب ايه البديل عنه عندنا هنا؟ قلنا الزبادي نعمل منه اللبنه، عملناها قبل كده، ورجعوا الحلقات على اليوتيوب في قناه الاهلي هتلاقوها. ناخد الزبادي نحطه في سره كده او في شاشه ونسيبه يتصفى طول الليل، لتاني يوم تبقى حته لبنه حلوه كده، ونحط معاها لبن رايب. حلو الكلام؟ طيب ايه التوابل اللي بياخدها الكشك؟ ولا حاجه خالص، ما بياخدش غير شويه شطه وشويه لبن الجميد وشويه كمون. وشكرا على كده. طب ببدا اعمل ايه؟ باخد الاول المجروش ده اول مرحله فيه، اروح حط عليه الايه الشطه والكمون وشويه اللبن، واقلبهم مع بعض واسيبه 12 ساعه. بعد ما تسيبوه 12 ساعه ترجعوا تجيبوه تلاقوه ايه حجر كده، وبقى ايه بدا ياخد طراوه شويه، تيجوا بقى تقعدوا يعني تبسوه كده تلاقوه فرفط وعمل زي رمل البحر. هحط المرحله الثانيه من اللبن اللي هي ايه، واقعده تاني زيهم 12 ساعه، وبعدين ابدا اخده اطلع اكور الكور اللي حضراتكم شفتوها دي، واحطه على حاجه وابدا انشره في الشمس. هم هناك بسم الله ما شاء الله ربنا يجعله عامر دايما بيعملوا كميات كبيره، انهم بيعملوا للحبايب والاهل وبيبقى بيت عيله والحاجات دي كلها، فبيعملوه وايه ويوزعوا بيه على بعض. تمام. مدي شكل البليله، ما هو ده قمح البليله. امال انا بقول ايه من الصبح؟ مين اللي معايا؟ يا بهجت انت كده كنت جاي متاخر عن الكلاس بتاعك صح؟ في حد في الكنترول جه متاخر يقول لي مدي شكل البليله، وانا لسه بقول اصلا ده قمح اللي بنعمل بيه البليله. خلاص يا بهجت انا مسامحك، بس ما تتاخرش تاني. ماشي، اوعى تكون انت بهجت اللي بيطلع في المسرحيه. بتذاكر من ورانا. طيب لا بصيري. طيب ماشي. طيب انا هشوح بقى تشويحه حلوه كده،
طبعا ريحه الكمون مع الملح مع البصلايه بتدي طعم حلو للبصلايه نفسها، كمان لما تيجوا تحطوها جوه ايه الوصفه الحلوه. بصوا بدا هنا مدي تقل، بناء بقى على الغلوه الحلوه دي اقدر انا اميز كده انا ممكن احتاج معلقه واحده دقيق اخف بيها ايه او اربط بيها زي ما بيقولوا الخليط الحلو ده، يديني بقى ايه خليط الكشك الحلو ده. خليني كده ايه ماشي اخد انا دقيق هنا اهو، في عندي واحده هنا اهي وعندي بره كمان وعندي هنا سم. خليني ايه ابص بص على الفرخه تمام، ميزتها انها ما بتاخدش وقت في التسويه، قلنا الفراخ البيضة ميزتها بترمي لحم شويه كتير بتستوي على طول ما بتاخدش وقت في التسويه سواء في الفرن صواني او مشوي او مسلوقه على النار سريعه. لكن انا بقول لحضراتكم انا كعظيمه لا انا مش بحب المرقه بتاعتها، ما بشتغلش بمرقتها خالص ولا بالجلد بتاعها. طيب هقلب بقى كده، بصوا كده بصوا الكشك مع نفسه اهو مع المرقه اهو شايفين تقل لوحده ازاي. هنربط برضو هنعمل البصلايه بس اما نحطها فيه لازم البصلايه دي توصل لمرحله كده حلوه عشان ايه اخد منها شويه على الوش واخد منها شويه جواه زي ما بنعمل البصاره زي ما بنعمل الكشك الالمازي. معانا ام محمود، اهلا وسهلا ام محمود. العسل يا حبيبه قلبي، ازي صحتك يا حبيبتي؟ الله يسعد قلبك يا رب. العسل صباحك زي الفل يا حبيبه قلبي. انا ما عملتش الكشك ده خالص. لا جربيه بقى وقولي لي ان شاء الله. تسلم ايدك والله. تسلمي. والله العظيم انت حاجات جميله. الله يسعدك. شفت وانا عمري ما عملت الكشك ده يا حبيبتي، ده جميل ومغذي قوي قوي يا ام محمود. الاطفال دي قوي كبار وصغيرين، وتقدري تحمري منه بالبيض كده وتكليف ساندوتش جميل بعيش بلدي. ما شاء الله عليك. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي. يسعد صباحك. امين ويسعد صباحكم حبيبتي يا رب. صباح الفل. صباحك رضا من رب العالمين حبيبتي، جزاك الله كل خير. شكرا على مكالمتك يا ام محمود. بصوا بقى بديله وقته عشان حباته تنفش ويبقى استوى شويه حلوين مع المرق، عشان احنا ما شاء الله عاملين كميه حلوه يعني. الفرخه شغاله زي الفل اهي، تلعب باليه كويسه جدا، قدامها يعني خمس دقايق وبعدين نبدا ننشلها ونحمر ولا حاجه. بصوا البصلايه بقى على الخفيف كده ون ايه وهتبدا تدي لون ان شاء الله معانا، ريحه الكمون جميله اللي ايه اللي بيتحمر معها البصلايه. ماشي حبايبي انا كده كده، لا استنوا بس لما ايه نبدا ايه نجهز حالنا كده. انا بس كنت عايزه انقل دي هناك بقى خلاص ثواني كده عشان اجيب البصلايه هنا ننجز فيها عشان ايه انا عايزه اقدمه مع حضراتكم. هنحط بقى دي هنا كده وتعالوا البصلايه الاموره دي هنا جميله كده عشان تنجزنا، اهم حاجه ايديكم فيها وايه وان شاء الله هتطلع وصفه جميله مغذيه. نقلب كده تقليبه حلوه بسم الله. خليني ارفعه بقى من على النار كده خلاص، انا سايباه بقى هنا كده شويه يهدى كده مع نفسه اهو. هجهز بقى هنا معلقه دي واحده صغننه بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه واحده عشان نغمسه، ده بيتغمس يتغمس بالعيش بالبصل زي البصاره بالظبط مفيش فرق خلاص. وهناخد عليها ايه شويه ميه ساقعه عاديه خالص، ميه من الحنفيه مفيش اي حاجه تاني. نسمي الله وخليني اعملها بالويسك احسن، عارفين ليه؟ عشان ما تكلكعش معايا في الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو لا قدر الله كلكعت صفوها من مصفى ما يجراش حاجه، كل شيء ممكن وايه ووارد واحنا نتعامل معاه ازاي ده المهم اهو. قلبها حلو بس عشان ما يكلكعش معايا، خليها في جنب هنا اما اجي بس البصله تدخل في وش في وقت التحمير هبدا اروح رابطه بيها وحاطه البصلايه عشان تدي طعم. بصوا البصلايه بدات خلاص اهي داخله في الوش التحمير، اهم حاجه ما تحمرهاش زياده قوي. ليه؟ عشان احنا حاطين كمون وعشان كمان هي بتدي لون، وعقبال ما بتخلص التسويه بتاعتها والسخونيه بتاعتها بتكون بتستوي فيها برضو فبتحمر زياده فعشان ما تخدعناش خلاص. طيب بصوا كده الجمال بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا مش عارفه دي طلعت من القميص بتاعي معلش هشمرها بس. بصوا كده بسم الله خلاص هتبدا تدخل على التحمير، هحط نصها جوه الخليط وهنربط بمعلقه الايه الدقيق. تعالوا كده نسمي الله هنا على العين الصغننه دي سنه، نحط معلقه الدقيق كده اهي شايفين ازاي اهو
اهي خلوا بالكم ما هيقعد هيتقل، خلاص هيقعد هيتقل عشان يبقى فيه روح. ومعانا استاذ محمد، يا اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. امورك ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا فندم. اكلك جميل كل يوم والله يا استاذه. الله يسعد قلبك يا استاذ محمد، شرف ليا والله ثقه حضرتك. الله يخليك. بالنسبه للكوارع بس الغير تقليديه. ايوه المسلوق ده كله، انا عايز حاجه بالنسبه للكوارع الزياده. عايز تعملها طاجن مثلا في الفرن معاها شويه حاجات؟ ايه رايك نعمل كده؟ خلاص هقولها لحضرتك حالا من عيني. عينيا يا استاذ محمد تؤمر. حاضر يا فندم. طبعا الكوارع اهم حاجه فيها تنظيفها يا استاذ محمد، واول مرحله في غسلها. احنا بعد ما بننظفها ومن الشعر ومن الحاجات دي كلها بنغسلها بالليمون والملح والحاجات الحلوه دي. اهم حاجه، حاضر يا بنات استنوا عليا دي، خلص بس الوصف. الله يسعدكم يا رب. لازم حضرتك تديها غلوة على النار في مية بتغلي وعصير ليمونة، ليمونة ليمونتين بقشرهم، وسيبها تغلي تغلي لما تطلع الفوم اللي على الوش الأول وتتخلص من المادة الزفرة دي عشان تديك طعم في الطاجن مختلف. بصوا كده هنحط شوية هنا بحبة السمن الحلوين، وهنسيب دول هناخدهم دلوقتي اهو. بسم الله كده، شايفين الجمال؟ روعة. خلينا ندوق بس اشوف لو ناقص ملح ولا حاجة. بسم الله يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله مش ناقص حاجة خالص. الحمد لله الحمد لله. تعالوا بقى نقدم في طبق بسرعة، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مغذي 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 وجميل جدا. واسمحوا لي ابعت تحية لعماتي في الصعيد، كريمان وروشان وشاهيناز، لانه هم اللي كانوا بيجيبوه لنا وانا كنت صغيره، انا فاكره كويس جدا، فانا طبعا لازم ابعت لهم تحيه. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللي عايز يعمل شويه صلصه حمراء، في ناس بتحب جنب الكشك تحط صلصه حمراء، يعني شويه طماطم كده بالثوم ومش عارف ايه تحط على الوش كده، لو حابين اللي يريح حضراتكم. هو لوحده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميل ومغذي. تحط بقى يبرد كده وتحطه على وشه البصل المقرمش اللي احنا محمرينه ده، وتاكله بألف هنا وتحتفظوا بالباقي. وهو على فكرة بيستخدم كتير في الفطار والعشاء زي ما قلت حكم طريقة التحمير الجميلة الحلوة دي. وجبة مغذية ووجبة مفيدة، واهالينا كانوا بيتعبوا قوي على فكره في عمال الحاجه دي وما زالوا، فربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه جميعا يا رب، ودايما عامر دايما عامر. بصوا كده، تعالوا بقى احنا هنا حطينا كده شويه، معلش هطفي النار هنا. تعالوا ناخد شويه البصل الحلوين دول بقى على الوش، انا صفيت طبعا كل الحاجات فيه، نحطهم بقى هنا. تعالوا كده، شايفين الجمال ما شاء الله. الناس المحبة بقى للأكلات القديمة زي أستاذ أحمد كده، وأتمنى يا رب يا أستاذ أحمد يعني حضرتك تعمله والطعم يكون نال الإعجاب.